السيدات والسادة الحضور، بداية أود أن أعبر باسم الهيئة المديرية للمركز عن اعتزازنا بنوعية هذا الحضور في هذه الجلسة التي نأمل أن تكون ذات فائدة بالنسبة للجميع، سواء ممثلي مؤسسات رسمية وهيئات دبلوماسية، منظمات مجتمع مدني، باحثين، وسائل إعلام. بطبيعة الحال نحن نعتبر هذا التجاوب يعكس الاهتمام كذلك الذي يحظى به الموضوع والانشغال الذي يثيره باعتباره يمس إحدى الفئات الأكثر هشاشة في وضعية نزاع مع القانون. لقد أثار الموضوع اهتمامنا على مستوى مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن خلال السنوات الماضية، ونحن نشتغل على موضوع الوقاية من التعذيب بعد مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وما يستتبعه من وقاية ومراقبة وتتبع لأماكن الحرمان من الحرية عبر آليات وطنية ودولية، وذلك من خلال تنظيم دورات تكوين وتدريب لعدد من الأطر المؤسسات، إلى جانب زيارات عمام خلال إنجاز ما بين مماثل الحكومية المعنية ودوليا. ونحن ننهي الحرية المعنية بالمراقبة التكميلي لهذا العام الظروف هذا الورش والمساهمات دون في ختام وإذن أخرى حتى تشمل مقاربتنا كل الفاعلين المعنيين بهدف مرافقة عملهم وتقاسم الدروس المستخلصة ميدانيا وطنيا ودوليا من هذه التجارب، كما أن التوجه إلى فئة الأحداث وأماكن حرمانهم من الحرية يدخل ضمن التفكير في مستلزمات إصلاح عميق للمنظومة الجنائية المغربية بما يتماشى ومقتضيات دستور 2011 والتزامات، بل هناك من لا يتوفر حتى على إطار قانوني منظم لعمله برصد تفاوت في أوضاعها حسب كل قطاع، ولكن تكشف عن واقع مرير ومقلق سواء من حيث الإمكانيات والأطر والخبرها من الأمن إلى التربوي إلى التأهيلي، فضلا عن حاجيات الأحداث في مجال النمو النفسي والذهني والبدني وغير ذلك. ولا شك أنكم ستلمسون بعض أهم هذه المؤشرات من خلال ما سيقدمه أعضاء فريق الإنجاز إلى جانب تفاصيل أوسع في الدراسة التي بين أيديكم، ونأمل من خلال هذا العمل من جهة الدعوة إلى التفكير المشترك بين القطاعات المؤسساتية المشرفة والمتعددة من أجل بلورة رؤية متكاملة وشاملة لواقع القائم بشراكة وانفتاح على كل المعنيين والعاملين في هذا المجال من مؤسسات وأطر ومنظمات المجتمع المدني وخبراء، بعيدا عن أي تسرع أو تسابق، علما أن الموضوع مطروح منذ مدة على جدول أعمال الأوساط الحكومية، سواء بخصوص الحاجة إلى قانون خاص بمراكز حماية الطفولة الغير المتوفر إلى حد الآن، أو حتى طرح فكرة إعادة النظر في منظومة الإشراف ككل على هذا المجال. وتجدر الإشارة هنا كعمل تكميلي أن هذه الدراسة لم تشمل المراكز التابعة لوزارة التضامن والأسرة نظرا لوضعها الخاص كمراكز تديرها منظمات من المجتمع المدني بترخيص من وزارة التضامن، وتعنى بفئات هشة متعددة في حاجة إلى رعاية اجتماعية. تتوخى هذه الدراسة أيضا المساهمة في إغناء النمى لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو المتعلق بالعقوبات البديلة، أو التفكير والعمل المطلوب لبلورة إصلاح عميق للمنظومة الجنائية في المغرب. إن طموحنا هو الوصول إلى توسيع دائرة المؤسسات المعنية المنخرطة في هذا المجهود كمساهمة في رفع هذا التحدي ضمن استراتيجية متكاملة للنهوض بحقوق الإنسان بالنسبة لمختلف هذه الفئات، واقتراح سبل لتطوير الأداء والارتقاء بمؤسسات بلادنا قصد الاطلاع بأدوارها بما يخدم سيادة القانون وضمان كرامة الإنسان ومواجهة الجريمة. وفي هذا الإطار نشير إلى أنه رغم ضغط الوقت فقد وجهنا التوصيات الواردة في هذه الدراسة إلى جانب التقرير الصادر السنة الماضية حول السجون إلى أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين
بهدف إغناء النقاش وتقديم اقتراحات قد تساهم في تجويد مشاريع القوانين المعروضة أو الآتية. وفي الأخير لابد من التعبير عن تشكراتنا الصادقة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على التعاون المتميز الذي لمسناه لدى مسؤوليها وأطرها، وكذا مسؤولي وأطر وزارة الشباب والثقافة والاتصال قطاع الشباب على التعاون المثمر والبناء الذي سهل إنجاز هذا العمل وتمكين فريق العمل من المعطيات ومن زيارة المراكز التي اختاروها للمعاينة والحوار الصريحين مع العاملين بها. كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى السلطة القضائية على ما وفرته من معطيات بخصوص الاجتهادات القضائية في هذا الباب. وفي الأخير أجدد الشكر لشريكنا مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن وللأستاذة سيسيل لاغوت شخصياً على مرافقتهم لنا في أوراش هامة كهذه منذ أزيد من 15 سنة التي شكلت إضافة نوعية في ثقافة حقوق الإنسان، خاصة أوراش الحكامة الأمنية وإصلاح التشريع ومرافقة التحولات الجديدة في مجال إدارة حقوق الإنسان. والشكر موصول لفريق مركز دراسات حقوق الإنسان على مجهوداته المدؤوبة لتقديم عمل نوعي يثري المكتبة الحقوقية والممارسة المهنية والإصلاح المأمول في قطاعات ذات حساسية وأهمية في حماية حقوق الإنسان، إلى جانب الطاقم الإداري الساهر على تتبع الإنجاز. وشكرا على عنايتكم واهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله.